من الخير إلى الشر. شلون من الخير للشر؟ يقول لك إلقاء القبض على مدعي الروحانية، يعني مدعي الروحانية يعني يقول لك أني شيخ، أني أسوي لك ما أدري شنو. ابتز أكثر من 150 امرأة ماليا. جهاز الأمن الوطني تمكن في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخص يدعي الروحانية بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين، من مواطنين، وباشرت مفارز الجهاز في المحافظة عملية التحقيق والتدقيق من المعلومات. وبعد استحصال الموافقات القضائية تمت مداهمة منزل المتهم في قضاء الزبير والقبض عليه، وتبين أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار من كل ضحية مقابل أعماله المزعومة. يعني شلون هو يجيب النساء؟ زين، يجيب النساء. أي صدق، هذا خوش سؤال، سؤال منطقي. يعني هو ذا روحاني ويعرف اللي يعلم اللي راح يصير بعدين ويدري بهاي، ما عرف راح يتم القاء القبض عليه. شو هي شي عمت عيني عليه لابسه لا طاق البدلة الصفرة وهيك ومدني روحاني مال لنقة، انت روحاني مال لنقة. هذول شو يسوون؟ تجي المرأة اللي هي يعني على نياتها خطية، يعني قلة وعي، خي اكو واحد هيك وهيك يسوي، خي يسوي انه تاخذها وتروح من مرة المرأة، من مرة المرأة، وتصير شبكة. هاي الشبكة شنية؟ فلان روحاني يسوي لنا عمل، يسوي لنا، يفك لنا تابعة، ما ادري شنو، يطلع لنا جن، هو شنو؟ يرجع لنا ميت. مثل هذا يقول له ارجع لك الميت، جيب لي مستمسكاتك الأربعة ووقف لي بال، وشنو؟ انه بهاي النسوان يعني والله ما اعرف انه على نياتهم، بس يعني هو كذب المنجمون ولو صدق، هم كذابين. فأنت ترحين وما أعرف شنو هذا، 150 امرأة ابتزها بمبالغ من 500 ألف إلى مليون. يعني حسبونا وين الحاسبة؟ وين الحاسبة؟ خلنا نحسب إيش قد هذا، إيش قد دخل مالته، إيش قد، إيش قد على إيش قد نحسب؟ خل نحسب على مليون في 150 يساوي هاي مليار وربع، ما ادري ايش قد. يلا بالله، هذا فلوسك انت هسه مليار وما ادري ايش قد، ما ادري 15 مليار. عمي ايش قد هذا الرقم؟ هذا الرقم هواي، هذا الرقم صدق دوخني. 150 والله ما اعرف. يعني بالمناسبة اكو بيهم شو يسوون؟ ما ياخذ مبالغ مالية، ياخذ ذهب مثلا، ابتوت، محابس، قلايد، ما ادري شنو هاي السوالف. زين، لو احجار، لو سبح، لو ما ادري شنو، هاي ثمينة هاي الاحجار الكريمة، ما اعرف شنو، اشياء توقف العقل. وهاي تاخذ صاحبتها، امشي ام فلان اوديك لهذا يفك لك شو اسمه. يا معودات والله حيل ما بينا.